نحكيو على تكاليف الزواج في تونس. الزواج اليوم العرس في بلادنا قداش يتكلف حسب رايك؟ اللي يحب يهني على روحه 5 ملايين يعرس. 5 ملايين؟ اي نعم، كل شيء يهني على روحه فهمت، وتهني على روحها، خاطر المراه هي اللي تهني مش الراجل. الراجل كل مره يطلع على برا، والمراه هي الجابيه. اذا كان الجابيه ما شاء الله مسيمنا يثمر الزواج، واذا كان الجابيه هوب ما يحصل شيء. واللي مش تهني تهني على روحها، تسهل يا سهل، صعب يا صعب. وتو هو اللي وصلوا حتى 30 مليون و40 مليون. اصرف 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 من بعد الي قصر العداله. والله انت قلت لي 5 ملايين يعرسوا لك، مش زيتك بصراحه كل بنيه اللي ترضارك اليوم ما تقول لك انا عارس حتى على مضربه في دار معاتها في دار امه. مش زيتك بنيه تقول لك عادي نعيش انا وحميتي مع بعضنا في الدار ما يقلقش. مش زيتك بنيه ما تتشرطش. اليوم كنا عمليه حسابيه صغيره بصراحه، نقول لك الراجل ياخذ بيت نوم وياخذ بيت فطور وبيت صاله وتجي زيت التلفزه الفريجيدير الغاز حاجات ما تكل لازمهم وكالصياغه به وباش يعمل السهريه ليله واحده. ما تفكوش الميمه من 5 مليون. 50 مليون اش قلت لك انا؟ 5 ملايين. 5 ملايين يكون هو ذيب وامه ثعلوبه، هذوما محضرهم من قبل، حاضرين من قبل. اما اذا كان 100 مليون ما تعرسلوش بالتشريط وجيب 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 عليه. احنا عرسنا بالصياغه البيض والصياغه الصفراء، اه ومنين يدورونا ندورو وناخذوا كل شيء، وعشنا مع الحمايه وعشنا مع اللوزه وعدينا وجبنا الذري وجبنا الصبايه والحمد لله، وقارين ومتثقفين ما نجوا ليه مثلا، اه والحمد لله. اما وليدي توا اعظميه الشباب ما عادش يحب يعرس، خاطر تجيه تحلب وبعد تالي تولي له شيطان ازرق، شيطان ازرق، شيطان ازرق، تولي تضرب فيه بالشلاكه 40، هي تلبس 36، اما تشري له شلاكه 42 باش تجلدوا بها. مش مشكلته في التكلفه. الزواج مشكلته في الاصل، في المصداقيه، وفي حسن التصرف، وفي الاصل العائلي الصحيح، وفي حسن المعامله. هوني ظهر لي نجم. ماهيش تكاليف. اللي يحب يعرس ب 100,000 واللي يحب يعرس بمليون واللي يحب يعرس ب 10 ملايين. هوني نجم نبنيو كلامك على كلمة نعرفها الناس الكل، كلمة زمنية هي قولة شعبية، يقول لك خذ بنت الوصول لعل زمان يطول. حتى خذ بنت الوصول لعل زمان يطول، زاد كيف كيف ولاد الوصول وبنات الوصول. الأصل راهو ديما في الرجل والمرأة. أنا ما عنديش فرق ما بين المرأة ورجلها، كنا نتحدثوا على بشر سكو راهو أصله شنو تربيته شنو هي كيفاش تربى، شنو هي العائلة تربى فيها، البيئة اللي تربى فيها، فهمتي ولا؟ اللي هو أنه إذا كان أنت ملتزم وقدمت على الزواج لازم تتحمل مسؤوليتك، لازم تكون مسؤول كراجل، لازم تكون مسؤولة كامرأة، لازم العائلة السورة فوندي، والعائلة هي أساس المجتمع، فهمتني؟ احنا فما قول يقول إذا كان صلحت المرأة تصلح، لا 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 لا، حتى الراجل زاد لازم يصلح الزوج، لازم يكونوا صالحين الزوج، إي صحيح، مسؤولية مشتركة، قفة يهزوها اثنين، فهمتني؟ مش معناتها واحد يطبل والآخر مش في السماء. طيب فهمت كيف؟ استاذي خلينا نرجع نعقب على كلامكم الاول، انت قلت نجم تعرس حتى ب 100,000، استاذي احنا كلام عمليه حسابيه صغيره وبسيطه للغايه قامت بها ناس خبراء. يقول لك سامحني استاذ نكمل الكلام، يقول لك باش تعمل معناتها باش تاخذ بيت فطور وبيت نوم وصاله وتعمل سهريه يتكلف 25 مليون 30 مليون استاذ. ريت انا رايدك وشاريني ولا لا؟ وانا شاريك ولا؟ والله العظيم بمليون نعرس. اوكي اوكي، تدخل الام تتشرط تحب بنتي تعيش في دار ملك ونحب ونحب ونحب. اكبر غلطه هذيك المشكله. راه ويش نقول لك؟ اذا انت عطيت بنتك الراجل، عطيتها الراجل ولا عطيتها حاشاك مش راجل؟ عطي المراه خذات الراجل خذا مراه ولا مش مراه؟ متربيه ولا مش متربيه؟ خاطر تنجم انت الحب اللي بيناتها والود اللي بيناتها والعيشه والعشره وهذوكم سكي كونت، بقينا كل شيء يجي الاخر. عرس عادي قاش يتكلف في تونس؟ يتكلف غالي غالي غالي، يتكلف بالقدي بالقدي يتكلف. علاش توا مساكن هما البنات ما يتعرسوش الاولاد ما يعرسوش؟ على خاطر الظروف ما عادش تسمح لهم الحقيقه. لا الحياه في الماكله تسمح، ولا في كراسي الصالات تسمح، ولا في لبستهم مصروفهم وحياتهم. توا هما مساكن يحطوا ونقول احنا حجره البدايه باش يبدوا بها، ولكن ما تنجحش. ما تنجحش على خاطر علاش مساكن يفشلوا. لما كان نعمل عمليه حسابيه مع بعضنا انا وياك، انت تو تبارك لك اكبر مني سن وقدر وتعرف، انا كي نقول لك اليوم باش يشري ساله باش ياخذ بيت نوم وبيت فطور وتجي زيت نتاع الدار، هكا التلفزه هكا الفريجيدير الحاجات الاساسيه به، وباش ياخذ الصياغه نتاع المراه وحجامتها وكسبته هو وكا الليله هذيك باش يعملوا ساله هما ليله واحده به، هذه قاش يتكلف مع كريان الدار بتبع قاش يتكلف له هذا؟ يتكلف 100 مليون يرسول 100 مليون هذا تساعد فيه 100 مليون
100 مليون تساعد فيه، على خاطر علاش توا انا عندي حانوته صغيره نتاع خياطه، كي نمشي نشري شويه قماش توا نشري ثلاثه قصايص ب 77. هي مش شنو مش ترى منها انت طبعا عند الغلاء، ثلاثه قصايص ب 77 يعني معناتها انت تصور انت ثلاثه قصايص مش شي ثلاثه قصايص هي، هما تابعه هي زهيز راهو اسمه. يعني يوصل ل 100 ويفوت. هذا اذا كانت ساعد فيه زاده راه، معناتها باش تضرب بنت حلال بارك الله فيها. بارك الله فيها بنت حلال وما شاء الله عليه. يا ميمة توا حسب رايك الشباب كي باش يسمعك قلت يوصل 100 مليون هما ما عند ربي عاصفين ما يحبوش يتزوجوا، يزيدوا يتفجعوا توا باش يحلوا من الدم ولا هويته. لا لا ان شاء الله ما يتفجعوش، واكثر اللي واحد يشد في ربي سبحانه ويتعامل على الله ويقول توكلت على الله ويا ربي العمل عليك، واحد ما يفرض ما يضيعهاش سنة ربي. هذيك السنة ربي فرضها ربي ما ي... لا لا يلزم ثم اتفاقية وثم تنازل شوي وثم تسامح وثم ثقة في ربي راهو، إذا كان هو باش يبقى يحسب نعمة بالله والله. قاعد يتكلموا بابا 50 مليون خويا 50 مليون شباب ولا هارب ما عادش لازم يتزوج يوخر ولا يوخر باش يلمك المبلغ هذاك وإن شاء الله ربي يوفقه. وحسب فهمت من كلامك هذا معناتها باش يفسر اليوم عزوف شبابنا على الزواج وهون وسط بنياتنا اليوم نحكوا على اكثر من مليون امراه عانس في بلادنا. كيفاش المسؤوليه تاع الزواج؟ شباب هارب ما يحبش يصرف ما ينجمش يتكفل بالمصاريف هذيا، وانسانا اللي قاعدين يتشرثوا يتشرثوا في المهر في الذهب في الابيض والاسفر والدنيا مش هكا، لازم نرفقوا بعضنا. النساء يرفقوا بالرجال والرجال هم يوفروا كل شيء. انت حطيت صبعك على الداء كما يقولوا لب الموضوع اليوم، معناتها مش الكل اغلب النساء ولاو عينيهم تحرت برشا ويتشرطوا، نحكيو على الامهات تتشرط معناتها الناس يقول لك اذا تفرقش على هنا بنتك اعطيها اللي يخاف فيها ربي، اليوم اللي يقول لك اعطيها اللي عنده كهرباء اعطيها اللي عنده دار ملك. ما تعرفش جمله واحده توقع تشوف توصل العنوس ال 40 و 50 وما تعرفش وما تلقاش شكون يوفر لها الشروط تاعها الدار بالكهرباء والدنيا، هذا كله مش سهل. لازم تسهيلات. حبوا بعضنا باش ربي يحبنا. الزواج يتكلف برشا خويا. ياسر يحب له واحد انسان بيجي كبير ياسر، يحب له قروض من بنوك، ويحب له برشا ياسر يتكلف الزواج. وهذاك علاش توا أغلبية الشباب مسكين عازف مع الزواج. نجي يحسبها، انت تشوف حتى في السكن في غلاء المعيشه في الطعام في اللباس في كل ما هو المصاريف اليوميه كل شيء غلاء. خلي بالك باش يزيد يعمل عائله ويعمل زواج وولاد صغار وعائله ومسؤوليه، فهمتني؟ واللي يعزف على يتفجع عبارة واحد داخل على جبل بقدومه. وذاك هو خويا هذاك هو الموجود. استاذي بصراحه انا معمل اي حسابيه صغيره للغايه، كي يقول لك انا باش يشري بيت فطور وبيت نوم وبيت صاله وتجهيزات نتاع الدار، باه ويخلص بتباع الكرا كشهرين تمد وكشهر تاع الكرا باه وباش ياخذ الصياغه كالذهب والفازيت هذيك باه وباش كمل يعمل ليله واحده كهو ليله نتاع عرس بالفرقه نتاعها بتبيعها بكل شيء، هذا قاش يتكلف؟ يتكلف ملايين هكاك. فوت اكثر نجم حتى ال 100 مليون شبيه. لو تغسل على بيت صاله ولا بيت فطور هكاك سوما ما قالش بثلاثه 5 ملايين 6 ملايين شبيك. فريجيدير فوت زوز ملايين يلزمو غاز شي طيب على الحطب. توا الشاب كي يسمع هذا كله يتفجع، يعني يقول لك انا منين جيني باش نعمل هذا كله؟ خاطر خويا تشوف فينا اقتصادنا تعب ياسر، دينارنا طاح، هاك تشوف معناها مشاكلنا الاجتماعيه كثرت ياسر، صعبت برشا ما تتصور. كيلو لحم علوش فات ل 50 دينار ماشي ل 60 دينار، هكا معناها كل شيء واضح قدامنا. انا ما ريتش عروسات، ريت كان طلاق. تمشي للمحاكم المحكمة تلقاها معبية معناها كان طلاق وكا وما شفتهاش، يعني ما عادش الشباب تو يحب يعرس، عادش ولا التكاليف غالية وما عادش. اي والله هرب من العرس ما عادش يحب، خاطر الدنيا صابت والدنيا غلت ياسر. يمكن عملية حسابية صغيرة، العرس بسيط، راجل باش ياخذ بيت نوم وياخذ بيت فطور وبيت صاله وتجهيزات على الدار بتبيع غاز وفريجيدير وتلفزه، وباش يكري بتبيع دار مش باش ياخذ دار ملك،
وك الصياغه نتاع المراه وك الليله نتاع العرس هذيك قدش تكلف له هذا؟ تكلف بالقدا تفوتها هذاك علاش الشباب ما عادش حاب ياخذ. وليه باش فسر اليوم عزوف الشباب التونسي على الزواج، واليوم نحكيو على مليون امراه عانس في بلادنا، رقم كبير ياسر رقم كبير. اليوم بصراحه اليوم انت تتشرط على الراجل معناتها كيجي معناتها تجيب بنيه معناتها بنتك باش تعرس، تتشرط عليه ولا لا؟ تشرط لا شيء، عرست صغيره انا ما على نسيبك تزوج شي عرس بنتك تشرط يعني. والله ثانا كيفي بنتي ثانا ما تشرطتش معناتها انت ما تشرتش خاطر شفنا المراه ولا تتشرط مثلا الام تتشرط على اول ويتشرط وهيك حتى هما تشرطوا غلطت الدنيا وما عادش ما ياخذوا ما عادش صعبة الدنيا وصعبة العيشه وكا ربي يكون في العون وكا